بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. ومع الدرس الثاني من دروس أحكام القراءة المتعلقة بفقه أحكام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، في هذه الحلقة أتناول مدخلا لتعريف علم التجويد، فأقول إن من فضل الله تبارك وتعالى على الإنسان أن جعله الله متكلما ناطقا بالكلمات وبالأصوات والحروف، وأمره الله سبحانه وتعالى أن يبذل كل الجهد من أجل تحسين صوته وتجويد الحروف التي ينطق بها، سواء كانت من القرآن أو حتى من اللغة العربية. ولكن المطلوب بتحسين الصوت خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بالقرآن الكريم الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نبذل كل الجهد من أجل إتقانه ومن أجل أدائه، وذلك بإعطاء الحروف حقها ومستحقها. فالتجويد لغة هو التحسين والتزيين، ويعني بمعنى الإتيان بالجيد. واصطلاحا هو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، هذا مع الحفاظ على مخارج الحروف والحفاظ على الصفات، أي صفات الحروف. أما حكمه فهو فرض كفاية، حكم علم التجويد هو فرض كفاية، لكن العمل به هو فرض عين، مثله مثل صلاة الجنازة، صلاة الجنازة هي فرض كفاية، لكن لو تركها الناس كلهم فإنهم يأثمون. لو تركت الأمة كلها لو تركت الأمة صلاة الجنازة فإنها تأثم، لكن إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين. إذن فما دام المؤمن يتعبد الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم، فالأحسن إليه هو أن يطبق إقامة الحروف ويحسن صوته على الصفة الحقيقية التي يريدها الله ويحبها الله سبحانه وتعالى. وقد عد بعض العلماء قراءة القرآن بغير تجويد، بعض العلماء عدوها لحنا، وذكر هذا ابن الجزالي رحمه الله في كتابه النشر في القراءات العشر، استنادا لقول الله تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، واستنادا إلى قوله سبحانه الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته. قال الإمام الغزالي رحمه الله حق تلاوته بمعنى أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور المعروف من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، والمقصود بابن أم عبد هو سيدنا عبد الله بن عباس، سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إذن الأمر بالتجويد أو بإعطاء الحروف حقها هذا مطلوب. وابن الجزالي رحمه الله يقول الأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. قال من لم يجود القرآن آثم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين الصنفين من الناس، يبين الذي يقرأ القرآن أي الماهر بالقرآن، والذي يصعب عليه قراءة القرآن. في حديث روته عائشة رضي الله عنها يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن
وهو عليه شاق أي يتتعتع فيه، له أجران، أجر القراءة وأجر التتعتع. إذن الكل والحمد لله له ثواب وله أجر عند الله سبحانه وتعالى، حتى الذي يصعب عليه قراءة القرآن بأداء يصعب عليه أداؤه كما هو أو كما أمر الله سبحانه وتعالى، فهو مأجور كما جاء في الحديث، له أجران، أجر القراءة وأجر التتعتع. إذن هذا ما يتعلق بتعريف عام لتجويد القرآن الكريم وحكمه وذكر بعض النصوص في هذا المجال. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.